وكالعادة برضو بنبدأ مع أخبار الأهلي. النهاردة الخبر اللي معانا بيقول أول خبر أنه طبعا للأسف كابتن محمود متولي نجمنا اللي اتصاب امبارح في مباراة أسوان هيخضع لجراحة، جراحة الرباط الصليبي بكرة إن شاء الله بمعرفة الدكتور أحمد عبد العزيز بعد ما أكدت الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مباراة أسوان اللي احنا شفناها امبارح. محمود متولي كان خضع لفحوصات طبية كتير وإشاعات، الكلام ده كان النهاردة، وتم عرض إصابته على دكتور أحمد عبد العزيز اللي أكد على أنه فعلا بيحتاج للجراحة في التوقيت ده. طلب كمان متولي من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة أنه يعمل العملية الجراحية ويعني يعملها هنا إن شاء الله بدلا من أنه يسافر للخارج، علشان بيثق والجميع بيثق أيضا في خبرة دكتور أحمد في مثل هذه الجراحات اللي تعتبر كبيرة طبعا. فسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي وافق على رغبة محمود وتحدد فعلا بكرة الأربع موعد علشان يجري العملية الجراحية في أقرب وقت. يعني إن شاء الله ألف سلامة طبعا على نجمنا الكبير محمود متولي، من اللعيبة المميزة جدا، ويمكن كلنا شاهدنا يمكن لحظة الإصابة وقد إيه كان بيعاني، وكلنا كنا أمل أن الإصابة تكون بسيطة، لكن للأسف من خلال الأشعات ومن خلال الكشف على ركبته، يمكن في الأول كان قالوا قطع جزئي في الرباط الصليبي، ولكن طبعا كشفت التقارير أنه قطع كامل في الرباط الصليبي. ده حتى لو كان قطع جزئي يستدعي عملية. طبعا كلنا متعودين أو الناس كانت متعودة أن لعيبة النادي الأهلي بتروح ألمانيا تعمل هذه الجراحة، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا جدا في دكاترنا، وخاصة الدكتور يعني أحمد عبد العزيز من دكاترة مميزين جدا. إن شاء الله بكرة بإذن الله محمود متولي هيكون طبعا تحت الجراحة، وإن شاء الله بإذن الله من هنا من البيت الكبير وكل الأهلوية بيقولوا له طبعا ألف سلام عليك، وإن شاء الله تعود بقوة زي ما أنت كنت موجود في الفترة اللي فاتت. طبعا كانت إصابة قوية جدا، لاحظنا أن تأثر بها بشكل كبير، مش هو بس، حتى اللعيبة كمان. وأنا على المستوى الشخصي يمكن بعد المباراة تكلمت مع بعض اللاعبين وقالوا لي لا طبعا الموضوع صعب جدا، ويمكن كان بعد المباراة كان في تأثر كبير، ويمكن بكاء محمود متولي لأن كان نفسه طبعا يكمل، وخاصة في مباريات قوية جاية وفي مباراة نادي الزمالك والمباريات الأفريقية. فأعتقد هنفتقد طبعا محمود متولي، لكن يعني يا رب إن شاء الله بإذن الله يعود سليما ويكون طبعا البديل، وخاصة ان احنا حظنا وحش في السردباكات بصراحة، يعني احنا دايما مركز المساكين دول كان ياسر ابراهيم ودلوقتي محمود متولي، لكن كلنا ثقة في الناس الموجودة، كلنا ثقة ان شاء الله في فرقتنا ان شاء الله انها تكمل المشوار، وثقة في اطبائنا ان شاء الله انه يقوم في اسرع وقت. والف سلامة عليك يا كابتن محمود.